الساده المزارعين، لان في بعض الناس بتسال كتير ايه الفرق ما بين العقد، الحبايه دي عقدها اخضر ليه ودي الحبايه دي مصفره ليه؟ دي الحبايه اللي نجح تلقحها وعقدها بنسبه 100% والكبسوله خلاص هتنتهي وتقع، دي الكبسوله الزمراء دي مش مرض، دي الكبسوله النهائيه اللي هي في مكان الزهره. العقد ده هنا العقد ما نجحش بنسبه 100%، والدليل ان احنا بنلاقي ان العقد اصفر، وبعد فتره هنلاقي ايه العقد ده بيقع خلاص. دي نسبه تساقط ما بنخافش منها، نخاف منها في حاله واحده لو هي النسبه الغالبه في الشجره او في المزرعه من العقد المصفر ده، لكن طالما النسبه الغالبه من العقد الاخضر السليم الحبايه بدات تكبر، هي دي ما فيش فيها مشكله. لان في ناس كتير للاسف بيسالهم، وخاصه بيسالوا على الفيسبوك، وكل حد بيقول مش عارف ايه. لا، هي طالما النسبه الغالبه في المزرعه عقد اخضر وبدات الحبايه تنمو، خلاص يبقى كده انا عندي العقد سليم. ما يعني الحبايه دي ما تقلقنيش، لان الحبايه دي لازم تسقط، لان احنا عارفين اللي بيقعد من المحصول النهائي بيبقى 2% من الازهار والعقد الموجود على الشجره. شكرا لكم.